أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا
شانئك هو الأبتر. صدق الله